بكم معايا في كوزينتي. انا اول فيديو ليا في القناه وغادي نحاول انني نشارك معكم الشيوات اللي كندير وداكشي على قد الحال. المهم غنشارككم كلشي داكشي اللي كندير وكنتمنى يعجبكم المحتوى ديال القناه ديالي وتشتركوا معايا وتدعموني وتشجعوني ان شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم واحد الكوكيز اللي هو ديال الشوفان. كوكيز صحي واقتصادي من الشوفان والمكسرات، صحي لينا ولوليداتنا. ان شاء الله غادي نديرو انا وياكم ان شاء الله، وكنتمنى يعجبكم وتحاولوا انكم ديروه وتجربوه ان شاء الله. هادو هما المقادير. غادي نحتاجو الشوفان، 300 غرام ديال الشوفان، داك الشوفان الرقيق باش كيجينا مزيان. غنحتاجو لواحد معلقه ديال العسل، اي عسل عندكم كما كان غير باش يعطيه داك التعليكه. غنحتاجو هنايا واحد نص كاس ديال العنبه، ديال العنبه، مقادير ديال العنبه. عندنا زنجلان اللي هو طبعا ما محمرش، زنجلان طري ما محمرش لان باقي غيكمل التحمر ديالو في الفران. عندنا هنا زريعه الكتان، حتى هي حاجه صحيه اللي ما كياكلوهاش لينا الدراري، ولهذا من الاحسن دخلوها لهم في هاد الكوكيز. حتى هي المقدار ديال كاس العنبه، نص كاس ولا ربع كاس، كل واحد يدير المقدار اولا القياس اللي بغا هو. عندنا تمر حتى هو نص كاس اولا ربع كاس على حسب المتوفر. عندنا الكوك حتى هو ربع كاس. عندنا اللوز، اللوز اللي هو هرمشتو ولكن بقى طري ما تحمر ما والو، لان غيكمل الطياب ديالو كما قلنا في الفران. عندنا كاس ديال الزرع، طحين ديال الزرع بالنخاله ديالو باش نستافدو منه. عندنا نص كاس ديال السكر، لانه درنا نص كاس لانه ديجا حنا غادي نخدمو بشويه ديال العسل، واللي بغى يدير غير العسل بوحدو بلا سكر ممكن. عندنا كاس الا ربع ديال الزيت، هذا بقياس العنبه. عندنا كاس لارو ديال الماء باش كنجمعوا داك الكوكيز وكنحصلوا على واحد العجين اللي هو زوين. نبداو على بركه الله. وعندنا نسيت واحد جوج ساشيات ديال الفاني باش كنكهوه، تتكون فيه داك النسمه ديال الفاني باش كيجي لذيذ. واللي ما كيعجبوش الفاني يقدر يبدلو بالقرفه اولا القشور ديال الليمون معسل اللي تعجبو المذاق ديال الليمون. انا بالنسبه لي كنبغي الفاني. عندنا واحد القبيصه ديال الملحه حتى هي غنحتاجوها. ونبداو على بركه الله بالمقادير ونبداو ان شاء الله نوجدوا هاد الكوكيز. خليكم معايا البنات، غنبداو نخدموا الكوكيز ديالنا. حطينا الشوفان، غنزيدو عليه الكوك، غنزيدو عليه كاع دوك النواشف، غنزيدو عليه الزنجلان، غنزيدو الزبيب، غنزيدو زريعة الكتان، كاع دوك النواشف لي عندنا. كما كتشوفو غنزيدو داك الطحين ديال الزرع، كنبقاو نخلطو في النواشف بعدا. نديرو واحد الكاس ديال لاروب ديال الزيت، غنحاولو نخلطو، ندخلو هاد الزيت في هاد الشي هذا، في النواشف اللي درنا،
شرب الزيت مزيان هادشي. غنزيدو ليه سنيده قبيسه ديال الملح باش ما نساوهاش. الملح على حسب الكي يبغى شويه يكون مالح اللي بغاه عادي. ما كيعجبنيش شويه نزيد شويه مليحه غير شويه باش يعطي داك النسمه زوينه وداك لوكو زوين. نزيدو داك اللوز ديالنا والتمر كنتمنى تسمحوا لي على التصوير لانه هذا اول فيديو ليا على قناتي باقا شويه ديال لوطراك. نتمنى تقبلوا عليا وتدعموني وتشجعوني ان شاء الله باش نقدم المزيد. غنديروا داك دو فاني داك جوج فانيات ساشيات اللي عندها فاني سائل كنديرو. انا هذا متوفر عندي كيعطي داك لوكو ديال الفاني كيجي زوين خصوصا في لي كوكيز. هاكا نحركو مزيان دخل داك المقادير كلهم وتخلطو مع بعضياتهم. هنا غنزيد ديك معلقه ديال العسل لي باش تعلكو قياس لي بغيتو د العسل. كاين لي كيعجبو العسل بزاف انا كنبغي ندير له غير معلقه كبيره قياس معلقه كبيره ديال العسل. نخلطو هنا غنزيدو كاس الا ربع ديال الماء. هذا باش يجمع لينا الخليط ونقدروا اننا نشكلو دوك الكويرات ديال الكوكيز. بسم الله انا غنستعمل يديا لان العسل كيلصق لينا في هاد السباتول. نخلطو بيدينا حسن باش نبسبسوه مزيان.
نتوما شكون نخلطو مزيان باش يدخلوا المقادير ويمتزجوا مع بعضياتهم. وغنخليوه دابا واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق باش داك الشوفان يشرب داك الماء ويتعلق لينا مزيان، ملي نجيو نكورو يجينا ساهل. البنات من بعد ما كمل الكوكيز ديالنا 10 دقائق دابا وشرب داك الماء ديالو، دابا غادي نحاولوا اننا نكوروه كويرات ديال الكوكيز، كل واحد على حسب شنو بغا. كاين اللي كيبغي الكوكيز يكونوا شويه كبار، كاين اللي كيبغيهم صغار، على حسب كل واحد شنو كيبغي الحجم اللي بغا يديرو. اهم حاجه هو اننا ملي نديرو هاد الكوكيز ديال الشوفان نحاولوا اننا نبسطوهم مزيان، نبركو عليهم هكذا يجيو شويه رقاق باش في الطياب كيجيو مقرمشين، تيجيو رقاق وهشاش، وحتى دوك المكسرات ديالنا كيدخلهم طياب وكيتحمروا لينا. نحاولوا اننا نديرهم هكا بشكل دائري ونحطهم في الطاوه ديالنا ونقدوهم، يجيو هكا نحاولوا نصوبهم الجناب باش يجيو مدورين. ونستمروا هكذا شويه لسباس غير شويه بين لي كوكيز، ونحاولوا نضغطوا عليهم بيدينا بحال هكا غير باش نرققوهم شويه، وفي نفس الوقت نقادو لهم الشكل ديالهم يجيو مدورين باش يجيو زوينين حتى في الشكل حتى في المنظر ملي كيتحطوا في لاسيات. ودابا البنات من بعد ما قادين هاد لي كوكيز ديالنا درناهم دواور، حاولت انني نديرهم دائريين وحاولت انني نرققهم شي شويه باش كما قلت لكم يجيو مقرمشين ودوك المكسرات هما يدخلهم طياب. دابا غندخلهم الفران على درجه الحراره 180 درجه، غنشعل عليهم الفوق والتحت باش يتحمروا لينا التحت والفوق. 180 درجه 5 دقائق حتى 6 دقائق كاع كيتحمروا، كتخرجهم كتاكلهم بالصحه والراحه. دابا غندخلوهم الفران انا الفران ديجا كان عندي شاعل، يعني الفران خصو نشعلوه قبل ما ندخلو الكوكيز ديالنا باش يكون سخون. عندي 180 والفوق والتحت، غنعطيو واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق ومن بعد ان شاء الله نشوفوا لي كوكيز ديالنا كي غيخرجوا. البنات من بعد ما دازت تقريبا شي 5 دقائق 6 دقائق، طبعا كل مره كتطلعوا عليه باش تشوفوه محمر. بعد ما دازت واحد 6 دقائق هكاك انا دابا غنحل نشوف. ها هما لي كوكيز ديالنا راه ديجا تحمروا، نشوفو صبرك عليهم محمرين. نحطوهم الفران ديالنا. البنات ها لي كوكيز ديالنا جبناهم الفران محمرين، دابا ما غنحيدوهمش من الطاوه حتى نخليوهم يبردو، لان لي كوكيز ما كيكونوش شادين راسهم مزيان، غنخليوهم حتى يبردو عاد نديرهم في صحن التقديم. دابا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكوكيز ديالنا، كيجي محمر ومقرمش ولذيذ. كنتمنى تجربوه وتردوا لي الخبر، غيولي تولوا مدمنين عليه لانه صحي وما فيه حتى شي حاجه اللي تضر.